إذن في الحالة دي ركز أكتر على مردود محترفينا في الخارج. تعالوا نشوف فقرة جي بي اس فيها إيه النهاردة. يزداد تألقا، يزداد توهجا مو صلاح، محمد صلاح شارك مع ليفربول في مباراة فريقه الأخيرة أمام بيرنلي وانتهت بالفوز بنتيجة 2-0. صلاح شارك لمدة 90 دقيقة وكان ليه في المشاركة دي 3 محاولات على المرمى، تمريراته 37 بنسبة دقة 84%، خسر الكرة 9 مرات، كان ليه 0 من المراوغات، وقع في منصات التسلل مرتين، وتقييمه في المباراة كان 7.5 درجة. وليفربول حاليا في صدارة البريمير ليج برصيد 42 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام نيوكاسل، مباراة ضرب نار في الدوري الإنجليزي. من إنجلترا لألمانيا، عمر مرموش مهاجم منتخب مصر طبعا ونجم اينتراخت فرانكفورت الالماني، عمر شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي انتهت بفوز فوز فرانكفورت على مونشنجلادباخ بنتيجه 2-1 في البونزليجا. شارك مرموش لمده 90 دقيقه وخلالها كان ليه 3 محاولات على المرمى، مراوغات 6 لكن للاسف ما نجحش ولا واحده فيهم، تمريراته 11 بنسبه دقه 82، تمريرات مفتاحيه مره وحيده وتقييمه 6.5 درجه. واينتراخت فرانكفورت في المركز السادس حاليا في الدوري الالماني برصيد 24 نقطه، والمباراه اللي جايه هتكون مباراه صعبه او مباراه قويه لفرانكفورت امام لايبزيج بالدوري الالماني. نروح لأفسي نونت الفرنسي، مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد اللي شارك مع نونت في المباراة الأخيرة واللي انتهت بخسارة فريقه أمام أولمبيك ليون بنتيجة 1-0. مدة مشاركة مصطفى كانت 45 دقيقة، خلالها كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، 6 تمريرات بنسبة دقة 100%، استخلاص كرات مرة وحيدة والتحامات هوائية 4، نجح في 2 منهم، تقييمه في الماتش ده كان 6.8 درجة. ونونت حاليا في المركز ال 13 برصيد 18 نقطة في الليج 1، والمباراة اللي جاية ليهم هتكون أمام فريق باو في كأس فرنسا. نروح لتركيا، ترابزونسبور نجمنا طبعا المصري وابن النادي الأهلي محمود تريزيجيه شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي انتهت بالتعادل أمام باشاك شهير 1-1 في الدوري التركي، شارك لمدة 90 دقيقة، خلالها كان ليه محاولتين على المرمى، تمريراته 37 بنسبة دقة 78%، صناعة فرص مؤكدة مرة وحيدة، مراوغات 3، نجح تريزيجيه في 2 منهم، استخلاص الكرات مرتين، وتقييمه في الماتش ده كان 7.5 درجة. وترابزونسبور حاليا في المركز الثالث في الدوري التركي برصيد 30 نقطة، والمباراة اللي جاية هتكون أمام أنقرة جوتشو في الدوري التركي. نروح لبانديك سبور في تركيا وأحمد حسن كوكا اللي رجع للمشاركة مرة تانية مع فريقه في مباراته الأخيرة واللي انتهت بالتعادل أمام فريق أنقرة جوتشو 1-1 في الدوري طبعا. مدة مشاركة كوكا كانت 90 دقيقة، محاولاته على المرمى كانت 2، إهدار فرص مؤكدة مرة وحيدة، تمريراته 9 بنسبة دقة 78%، تمريرات مفتاحية مرة وحيدة، إفساد هجمات للمنافس مرة وحيدة، وتقييمه في الماتش ده كان 6.6 درجة. وبانديك سبور حاليا في المركز ال 19 يعاني في الدوري التركي برصيد 14 نقطة، والمباراة اللي جاية ليهم هتبقى أمام جازنتاب في الدوري. نروح بعد كده لتابلسي التشيكي، محمد ياسر طبعا اللي شارك في مباراه فريقه الاخيره واللي طبعا كمان كانت خساره متوقعه امام سبارتا براغ بنتيجه 2-1. مده مشاركه محمد ياسر كانت 71 دقيقه، احرز هدف فريقه الوحيد وكان ليه خلال المباراه او خلال مده مشاركته محاولتين على المرمى،
16 تمريره هي عدد التمريرات بنسبه دقه 50%، تمريرات مفتاحيه مره واحده افسدها جمات للمنافس اربع مرات، تقييمه في 7.2 درجه. وتبلسي حاليا بيحتل المركز العاشر في الدوري التشيكي برصيد 20 نقطه، والمباراه اللي جايه هتبقى امام فريق بوليسلاف في الدوري. نروح لصربيا، عمر فايد طبعا المعار لنوفي بازار في الدوري الصربي، شارك في خسارة فريقه أمام سبارتاك بنتيجة 1-0، شارك لمدة 90 دقيقة، افسدها هجمات المنافس خمس مرات، التحامات أرضية 9 كسب 5، تمريرات طولية 6 ولا واحدة نجح فيها، مراوغات واحدة بنسبة نجاح 100%، تقييمه في الماتش ده كان 6.8 درجة، ونوفي بازار في المركز الخامس في الدوري التشيكي في الدوري الصربي عفوا برصيد 29 نقطة، والمباراة اللي جاية هتبقى أمام فريق زاليسكار بانسيفو في الدوري. عمر فايد الحقيقة من المواهب الصاعدة اللي كان بينافس على أفضل مواهب شابة على مستوى العالم مع أسماء زي جود بيلينغهام وزي جمال موسيالا، نتمنى له التوفيق. نروح للخليج ومحترفنا الدولي المصري محمد شريف اللي شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي فاز فيها على الفيحاء بنتيجة 3-0 في الدوري. مدة مشاركة شريف كانت 85 دقيقة، كان ليه خلالها 3 محاولات على المرمى، إهدار فرص مؤكدة مرة وحيدة، تمريراته 9 بنسبة دقة 100%، وتقييمه 6.4 درجة. والخليج حاليا في المركز العاشر في الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، والمباراة اللي جاية مباراة كبيرة ومباراة صعبة هتكون أمام أهلي جدة في الدوري السعودي. دي كانت أخبار محترفينا اللي هيكون لينا معاها الحقيقة واقفة مهمة جدا في حلقة النهاردة، خصوصا إن احنا رايحين على أمم إفريقيا، بس اسمحوا لنا نروح لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا. And all data will be sent.